بداية أحب أشكر الدكتور على هذه المحاضرة الجميلة. عندي سؤالين أو استفسارين. أريد أعرف حدود السلطنة أو حدود عمان تاريخيا في أوج قوتها. بالنسبة لحدود عمان، في الحقيقة على أن حدود عمان الجغرافية أو التاريخية لم تكن ثابتة عبر الفترات الزمنية. أحيانا كانت تتمدد وأحيانا كانت تنكمش. في فترات وصلت حدود عمان إلى سواحل البحرين شمالا وإلى بلاد اليمامة من الشمال الغربي، وكان إقليم الشحر مثل ما ذكرت جزءا من ممتلكات عمان ومن توابعها. المؤرخين الرومان واليونان يذكرون بأن حدود عمان منذ مطلع القرن الأول الميلادي كانت تمتد من رأس مسندم شمالا إلى رأس فرتك جنوبا، اللي هو في المنطقة ما بين عمان وما بين اليمن، ومن رأس الحد شرقا إلى خور العديد غربا اللي هو في قطر، وبأن منطقة اللبان كانت جزء من توابع عمان أيضا ومن حدودها الجغرافية. فمساحة عمان كانت أحيانا تتمدد وأحيانا تنكمش، لكن أقصى امتداد لمساحة عمان في التاريخ الحديث هو ما كان في عهد السيد سعيد بن سلطان، عندما وصلت الإمبراطورية العمانية إلى أقصى اتساع لها في العصور الحديثة. لكن بعد وفاته وما ترتب عليه من تقسيم عام 1861 بدأت عمان تفقد هذه الممتلكات تباعا. فقدت زنجبار وشرق أفريقيا، وكانت آخر الممتلكات العمانية ما وراء البحار هي جوادر التي تتبع حاليا باكستان، والتي يعني أصبحت تبعيتها لباكستان عام 1958 وتحديدا في عهد السلطان سعيد بن تيمور وفق الاتفاق بينه وبين الباكستانيين.